مساء الخير للجميع. فقرة جديدة من فقرات قصة كاتب، واليوم مع الكاتبة البريطانية جين أوستن. كاتبة بريطانية نالت الشهرة بعد وفاتها، وتعد أعمالها من كلاسيكيات الأدب الإنجليزي. اشتهرت أساساً بست روايات رئيسية توضح وتنقض وتعلق على حياة طبقة ملاك الأراضي البريطانيين بنهاية القرن الثامن عشر. وهذه الروايات هي رواية العقل والعاطفة، كبرياء وهوى، مانسفيلد بارك، إيما، إقناع، وديرو، نورتينجر. وكانت روايتها الأشهر بين هذه الروايات هي رواية كبرياء وهوى، حيث تكشف حبكتها الدرامية عادة اعتماد النساء على الزواج سعيا وراء مركز اجتماعي ودخل ثابت. ولدت جين أوستن في السادس عشر من كانون الأول من عام 1775 في ستيفنتون في هامبشير في إنجلترا. والدة جين هما جورج، الذي عاش بين 1731 و 1805، كان كاهنا أنجليكاني، أي تابع للكنيسة الإنجليزية الرسمية. وزوجته كاساندرا التي عاشت بين 1739 و 1827، وقد انتميا إلى طبقة اجتماعية راقية. ينحدر جورج من عائلة تعمل بصناعة الصوف، وهي من أدنى الرتب في طبقة ملاك الأراضي. أما والدتها كاساندرا فكانت من عائلة لاي الأرستقراطية. وقد نشأت أوستن في كنف الأسرة المكونة من ستة أشقاء وشقيقة واحدة، وهي كاساندرا التي كانت مقربة جدا من جين. فكانت هذه الأسرة مترابطة تحت أفرادها على التعلم والإبداع. قام جورج بإرسال ابنتيه إلى مدينة أوكسفورد ليتلقيا التعليم بمدينة ساوثهامبتون، إلا أن الفتاتين أصيبتا بمرض التيفويد، وكان هذا المرض أن يؤدي بحياة جين، مما اضطر المدرسة أن تعيد الفتاتين إلى أهليهم. قام بعدها والدهما بإرسالهما إلى مدرسة داخلية، لكنه لم يتمكن من تحمل نفقات هذه المدرسة، فاضطرت الفتاتان أن تعودا للمنزل وتكملان حياتهما مع الأسرة، حيث تابعت جين تعليمها في منزلها من مكتبة والدها الذي كان يرشدها ويشجعها على القراءة. في بداية عام 1787 بدأت أوستن بكتابة قصائد وقصص ومسرحيات لمتعتها الخاصة ولعائلتها. لاحقا جمعت نسخا منقحة مكونة من 29 عملا من تلك الأعمال الأولية في ثلاث مفكرات معروفة الآن باسم الصبا، وتحتوي على بعض الأجزاء المكتوبة ما بين 1787 و 1793، وتدل النصوص المكتوبة على أن جين استمرت في العمل على تلك الأجزاء ما بين 1809 و 1811. وقام ابن أخيها جيمس إدوارد أوستن بعمل بعض الإضافات في عام 1814 من بين تلك الأجزاء رواية الحب والصداقة، وهي رواية رسائلية ساخرة، رواية رسائلية سخرت فيها جين من الرواية العاطفية. كما يوجد مخطوط مكون من 34 صفحة يصحبه 13 رسمة توضيحية بالألوان المائية من عمل كاساندرا. كتبت أوستن عملا بعنوان التاريخ، حكت فيه كتابات تاريخية شهيرة، بالأخص تاريخ إنجلترا الصادر عام 1764 للكاتب أوليفر جولد سميت. وكتبت أوستن اعتلى هنري الرابع عرش إنجلترا لإرضاء نفسه عام 1399، بعدما أجبر ابن عمه والملك السابق ريتشارد الثاني على التنازل له والتقاعد لبقية حياته في قلعة بونفريت
حيث تم اغتياله. حسب الباحث ريتشارد جينيكنز، تعتبر كتابات الصبا الخاصة بجين خشنة وفوضوية، وقد قارنها بأعمال فريق مونتي بايثون وأعمال الروائي لورانس سترين من القرن 18. ظلت أوستن تحيا في منزل العائلة وتشترك في الأنشطة التقليدية للنساء التي في سنها وفي مستواها الاجتماعي. مارست العزف على البيانو، وساعدت أمها وأختها في الإشراف على الخدم، وساعدت الأقارب أثناء الولادة أو الاحتضار. أرسلت كتابات قصيرة إلى بنات إخوتها حديثة الولادة فاني كاترين وجين آنا إليزابيث. كانت أوستن فخورة خصيصا بأعمال الخياطة الخاصة بها، وذهبت للكنيسة بانتظام، واجتمعت باستمرار مع الأصدقاء والجيران، كما قرأت الروايات. عادة كانت رواياتها بصوت مسموع لعائلتها في الأمسيات. اجتماعها مع الجيران كان يعني عادة الرقص. كانوا يجتمعون في بيت أحدهم بعد العشاء أو في الحفلات التي تقام بانتظام في غرف التجمع الخاصة بدار البلدية. حسب أقوال أخيها هنري، كانت جين مولعة بالرقص وبرعت فيه. في سنة 1793 بدأت جين دون أن تكمل مسرحية قصيرة سميت لاحقا سير تشارلز غرانديسون أو الرجل السعيد، مسرحية كوميدية من 5 فصول، لكنها أكملتها فيما بعد عام 1800. حكت المسرحية نسخة مدرسية مختصرة لروايتها المعاصرة المفضلة تاريخ السير تشارلز غرانديسون الصادرة عام 1753 من تأليف سامويل ريتشاردسون، الذي كان موضوع إحدى حلقات قصة كاتب. وفقا لبارك هونان، إن بعد كتابة الحب والصداقة عام 1789 قررت جين الكتابة من أجل الربح وتكريس جهدها لكتابة القصص، ثم بدأت تكتب أعمالا أكثر طولا وعمقا عام 1793. وما بين 1793 و 1795 كتبت أوستن الرواية الرسائلية السيدة سوزان، التي اعتبرت أكثر روايتها الأولى وعودا وعمقا بعكس أعمال أوستن الأخرى. وصفت المؤلفة كلير تومالين بطلة القصة أنها متوحشة جنسيا، تستخدم ذكائها وسحرها للتلاعب بالعشاق والأصدقاء والعائلة وخيانتهم والإساءة إليهم. وتقول كلير: الرواية مقدمة في هيئة رسائل، وحبكة قصتها كمسرحية، كما أنها ساخرة مثل أسلوب معظم كتاب المسرح لفترة الإحياء الذين قد يكونوا ألهموها. إنها رواية فريدة من أعمال أوستن، تدرس حياة امرأة ناضجة ذات ذكاء وقوة شخصية من أشد من قابلت في حياتها. عندما كانت أوستن في 20 من العمر، زار توم ليفوري ابن أخي أحد الجيران ستيفنسون من ديسمبر سنة 1795 حتى يناير 1796. كان ليفوري قد أنهى دراسته الجامعية لتوه، ويستعد للسفر إلى لندن ليتدرب كي يصبح أحد محامي المحاكم العليا. تعرف ليروي على أوستن في إحدى الحفلات أو المناسبات الاجتماعية الأخرى، واتضح في رسائلها إلى كاساندرا أنهما قضيا وقتا طويلا معا، حيث تقول: أخشى إخبارك كيف تصرفنا أنا وصديقي الإيرلندي. تخيلي أكثر الأمور المتهورة والصادمة في الرقص والجلوس معا. تدخلت عائلة ليروي وأرسلته بعيدا في نهاية يناير. لم يكن الزواج عمليا، فليروي وأوستن لا يملكان مالا كما يعرفان، كما أن ليروي كان يعتمد على عم بعيد له في إيرلندا ليصرف على تعليمه
ويؤسس عمله القانوني. لو أن لروي قد زار هامبتشاير فيما بعد، لابد أنهم قد أبقوه بعيدا عن عائلة أوستن، لأن جين لم تره بعد ذلك أبدا. بعد الانتهاء من رواية السيدة سوزان، أولى رواياتها الأولى بعنوان إلينار وماريان، تذكرت كاساندرا لاحقا أن الرواية الرسائلية قد ألقيت على مسامع العائلة قبل عام 1796. لم تصل إلينا النصوص الخام الأصلية، لذلك لا نعرف كم من المسودات الأصلية التي ظلت في الرواية بعدما نشرت دون اسمها في عام 1711 باسم العقل والعاطفة. بدأت العمل على روايتها الثانية الانطباعات الأولى في عام 1796، وأنهت أوستن النسخة الأولية في غشت سنة 1797. عندما كانت في 21 من العمر، صار اسم الرواية كبرياء وهوى، وقد قرأتها على مسامع عائلتها وهي تعمل عليها كما فعلت مع روايتها الأخرى، وصار الأمر عادة مفضلة. في ذلك الوقت قام والدها بأول محاولة لنشر إحدى رواياتها في نوفمبر سنة 1797. كتب جورج إلى الناشر توماس كادل في لندن يسأله نشر رواية أولية من 3 فصول بطول رواية إيفيلينا للسيدة بارني، وذلك على مسؤولية المؤلف المالية. يقصد بذلك رواية الانطباعات الأولى، لكن الناشر رفض وأعاد إرسال الخطاب إليهم. من المحتمل أن أوستن لم تعرف جهود أبيها في ذلك الوقت. بعدما أنهت كتابة الانطباعات الأولى، عادت إلى إلينار وماريا من نوفمبر سنة 1797 حتى منتصف 1798. راجعتها بشدة واستخدمت صيغة الغائب بدلا من الصيغة الرسائلية، وأنتجت شيئا يقارب رواية العقل والعاطفة. في منتصف سنة 1798 بعد مراجعة رواية إلينار وماريا، بدأت تكتب روايتها الثالثة بعنوان سوزان، سميت لاحقا ديرو نورثينجر، وهي رواية تسخر من الروايات القوطية، رواية تدمج الخيال مع الرعب مع الرومانسية. أنهتها بعد عام تقريبا. في بداية سنة 1803 عرض هنري أوستن رواية سوزان على ناشر من لندن يدعى بنجامين كروسبي، الذي دفع 10 جنيهات استرليني مقابل حقوق الطبع. وعدهم كروسبي بسرعة النشر وروج للكتاب على أساس أنه تحت الطبع، لكنه لم يفعل شيئا من ذلك، وظلت النسخة الأولية دون نشر إلى أن اشترت أوستن حقوق النشر مرة أخرى عام 1816. في تشاوتون نشرت أوستن 4 روايات لقت نجاحا باهرا بشكل عام بمساعدة شقيقها هنري، إذ وافق توماس إجريتون الناشر على نشر رواية العقل والعاطفة التي صدرت في أكتوبر سنة 1811، وكانت الآراء مشجعة، وصارت الرواية شائعة وسط النقاشات، وبيعت الطبعة كلها في منتصف سنة 1813. أرباح أوستن من مبيعات الرواية أعطتها استقلالا ماديا ونفسيا. بعد ذلك نشر إجريتون رواية كبرياء وهوى، وصدرت في يناير سنة 1813، وروج للكتاب ونجح على الفور، وكتبت 3 مقالات إيجابية، وبيع الكتاب بغزارة لدرجة أنه في أكتوبر سنة 1813 أصدر إجريتون طبعة ثانية. ثم بعدها نشرت جين رواية منتزه مانسفيلد مع نفس الناشر في مايو سنة 1813، وعلى الرغم من تجاهل النقاد للرواية
فقد حققت نجاحا شعبيا. بيعت كل النسخ خلال 6 أشهر، وكانت أرباح أوستن من مبيعات تلك الرواية أعلى من مثيلاتها. علمت المؤلفة أن الأمير ريجينيت معجب برواياتها ويحتفظ بمجموعة منها في كل أماكن إقامته. في نوفمبر سنة 1815 قامت جيمس ستاينر كلير أمين المكتبة الخاصة بالأمير ريجينيت بدعوة أوستن لزيارة منزل الأمير في لندن، ولمح إلى أن عليها إهداء الرواية القادمة إيما إلى الأمير. لم تحب أوستن الأمير، لكنها لم تستطع رفض الطلب. كتبت لاحقا عملا قصيرا تخطيط الرواية وفق تلميحات من عدة أماكن، وهو تخطيط ساخر لعمل رواية مثالية قائمة على اقتراحات أمين المكتبة من أجل رواية أوستن القادمة. في منتصف سنة 1815 نقلت أوستن عملها من إيجرتون إلى جون موراي، وهو ناشر أكثر شهرة في لندن، وهو الذي نشر رواية إيما في ديسمبر سنة 1815، وقام بطبعة أخرى لرواية منتزه مانسفيلد في فبراير سنة 1816. وعلى الرغم من مبيعات إيما الجيدة، لم تكن مبيعات الطبعة الجديدة من منتزه مانسفيلد كذلك، وقد طغى هذا على معظم أرباحها من إيما، وكانت تلك آخر روايات تنشرهم في حياتها. بينما جهز موراي رواية إيما للنشر، بدأت أوستن رواية جديدة أسمتها آلو إليوت، ونشرت فيما بعد باسم إقناع، وهي المسودة الأولية التي كانت في يوليو سنة 1816. بعد نشر إيما بوقت قصير، أعاد هنري أوستن شراء حقوق الطبع للرواية سوزان من كروسبي، وهذا ما أجبر أوستن على تأجيل نشر روايتين كاملتين بسبب مشاكل مالية عائلية. أفلس هنري أوستن في مارس سنة 1816، مما حرمه من ممتلكاته وأغرقه في الديون، وكلف إدوارد وجيمس وفرانك أوستن مبالغا طائلة. عجز هنري وفرانك بعد ذلك عن إعالة والدتهما وشقيقتيهما. وفي بداية عام 1816 بدأت أوستن تشعر بالتعب. تجاهلت المرض في البداية واستمرت في العمل وشاركت في الأنشطة العائلية المعتادة، وبحلول منتصف العام تراجعت صحتها بوضوح، وبدأت حالة طويلة وبطيئة وغير مستقرة من التدهور. بحلول عام 1816 كانت جين قد بلغت 41 من عمرها، وكانت حينها قد أصيبت بمرض أديسون الذي يحدث نتيجة لتلف قشرة الغدة الكظرية. وبالرغم من مرضها إلا أنها ثابرت العمل على كتاباتها، فقد كانت جين تعمل على تنقيح كتاباتها القديمة، وبدأت أيضا بكتابة روايتها التي أسمتها الإخوة، والتي صار اسمها حين نشرت بعد موتها سانديتون. إلا أنها مع تقدم المرض بدأت تعاني صعوبة في الحركة وفي القيام بالأنشطة الأخرى. وبحلول منتصف شهر أبريل كانت أوستن طريحة الفراش، وفي الشهر التالي أخذها هنري وكاساندرا للعلاج، لكنها توفيت في 18 من يوليو سنة 1817 عن عمر يناهز 41 عاما. من خلال اتصالات هنري بالكهنة رتب لدفن أخته في الممر الشمالي من بهوي كاتدرائية وينشستر، وكتب شقيقها جيمس النقش على الضريح ومدح فيه صفاتها الشخصية بما فيها مواهبها العقلية الخارقة، وعبر عن أمله في خلاصها الديني، لكنه لم يذكر شيئا عن إنجازاتها ككاتبة. لم تحقق جين أوستن الشهرة إلا بعد وفاتها، وذلك حين أفصح أخوها هنري بأنها كانت كاتبة، واعتبر الأدباء والنقاد أعمال جين
أعمالا فنية من الطراز العالي، مما زاد من شهرتها وشعبيتها العالمية. وتم اقتباس العديد من الأفلام السينمائية من روائع جين الأدبية ورواياتها الشهيرة مثل كبرياء وهوى، ورواية العقل والعاطفة، ورواية إيما، ومانسفيلد بارك. وكان مسلسل كلاوليس المقتبس من رواية إيما يعتبر من أنجح المسلسلات في ذلك الوقت. وتعتبر جين أوستن واحدة من أعظم الكتاب الإنجليزيين، وفي تصويت قامت به البي بي سي احتلت جين المرتبة 70 بين أشهر 100 بريطاني على الإطلاق. وجسدت الممثلة آن هاثوي دور جين أوستن في فيلم بيكامين جين المقتبس من حياة جين أوستن في عام 2007. وختاما لابد أن أسرد بعد اقتباساتها من كتبها المتعددة: الشخص سيد أم سيدة؟ إذا لم يجد متعة في قراءة الروايات فهو غبي حتما. أحيانا أحتفظ بمشاعري لنفسي لأنني لم أجد لغة يمكن أن تصفها. إنها حقيقة معترف بها عالميا، وهي أن الرجل الوحيد الذي يمتلك ثروة جيدة يجب أن يكون في حاجة إلى زوجة. ليس ما نفكر فيه أو نشعر به هو ما يشكل من نكون، إنما ما نعمله أو نفشل في عمله هو ما يشكلنا. لا يوجد شيء لن أفعله لأولئك الذين هم أصدقائي حقا. ليس لدي أي فكرة عن الحب النسفي للناس، إنها ليست طبيعتي. هناك أناس كلما قدمت لهم الكثير لم يقدموا لأنفسهم إلا القليل. لا يمكنني أن أكون سعيدة مع رجل ذوقه لا يتفق بكل نقطة مع ذوقي. يجب أن يدخل في كل مشاعري. نفس الكتب ونفس الموسيقى تسحرنا معا. كلما زادت معرفتي بالعالم كلما تيقنت بأنني لن أجد رجلا أحبه بحق. أسوأ ما يحدث ألا نعرف قيمة من نحب إلا بعد الفراق. عندما يكون لدي منزلي الخاص سأكون بائسة إذا لم أمتلك مكتبة مميزة. بدون الموسيقى يبدو لي العالم فارغا. العمل قد يجلب لك المال لكنه لا يجلب الأصدقاء. نحن في زمن المزاجية، حاول ما استطعت أن تتعود على الاكتفاء بنفسك. شكرا لمتابعتكم، وإذا أعجبكم هذا المحتوى المرجو الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك.